السيدة سناء المرسني، تفضلي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السادة النواب، السادة أعضاء الحكومة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أريد أن أبارك للشعب التونسي ولأعضاء هذا المجلس أننا ولأول مرة نناقش ميزانية تأتي لهذا المجلس من حكومة شرعية ومنتخبة، وأقول لأول مرة نناقش ميزانية بعد الثورة من حكومة شرعية ومنتخبة، وهذا يؤكد أننا فعلا يعني بعد الثورة التونسية حققنا إنجازا في مع الحكومة الجديدة. في الحقيقة لي ثلاث نقاط يعني بسرعة سأمر عليها. النقطة الأولى في مسألة التنمية الجهوية والعدالة بين الجهات. تم تخصيص نسبة 75% للتنمية في المناطق الجهوية، وأنا أعتبره غير كافٍ. فالمواطن في الجهات الداخلية يحتاج إلى المرافق العمومية، يحتاج إلى بنية تحتية، لكنه أيضاً يحتاج إلى مشاريع ذات طاقة تشغيلية كبرى. وهنا أسأل الحكومة والسيد رئيس الحكومة، يعني لم أرى سياسة واضحة في توجيه الاستثمارات الخاصة إلى هذه المناطق الداخلية المحرومة يعني والتي يعني عانت يعني منذ ال 23 سنة أو 50 سنة الفارطة. المواطن اليوم في جندوبة تؤرقه البطالة، 9000 عاطل عن العمل من حاملي الشهادات العليا في ولاية جندوبة، أي بنسبة 54%، هذا في غياب نسيج مؤسساتي في الجهة. 8000 هم عمالة الحظائر، 3600 هم عمالة الآلية 16. تحدثتم عن مراجعة للقائمات لعمالة الحظائر، لكن لم تتحدثوا أو لم تبينوا كيف سيتم تسوية وضعية يعني هؤلاء العملاء. أنا أظن من حقهم أن يتم تمتيعهم بالأجر الأدنى الصناعي والفلاحي وبتغطية الاجتماعية، فهذا معناها هو أضعف الإيمان، لأنه الأجر الذي يتقاضونه يعني غير يعني كاف معناها لحياتهم معناها اليومية. كيف المواطن في جندوبة وحتى في كل جهات الجمهورية يعني تؤرقه ارتفاع الأسعار، وتحدثتم على أنه الأسعار ستستقر حتى رمضان شهر رمضان المعظم. في الحقيقة المواطن التونسي لم يعد قادر على أن يصبر يعني 3 أشهر معنى أخرى. من المفروض أنه اليوم وفي بخصوص الأسعار يتم تحديد سياسة واضحة وآليات عاجلة وآنية بمسألة الأسعار. وهنا أطلب من السيد وزير التجارة أنه يتحمل مسؤوليته في تحديد الأسعار، سواء أسعار الجملة أو أسعار التفصيل، حتى لا يترك مجال لأي تلاعب. نقطة يعني الثانية في مسألة موارد مصادر تمويل الميزانية، يعني تحدثتم عن البحث عن موارد خارجية وعن هبات. أنا أسأل أموال الشعب التونسي الموجودة الآن في البنوك الأوروبية والعربية كيف إلى الآن لم يتم استرجاعها بشكل كلي، وأسأل عن هذا البطء، وتحديدا لجنة استرجاع الأموال المنهوبة وعلى رأسها السيد محافظ البنك المركزي الذي أطلب مساءلته في هذا المجلس عن سبب هذا البطء، لأن البحث عن موارد خارجية سيزيد في عجز الميزانية ميزانية الدولة. شكرا.